رسالة للنسيان، رؤية جديدة لهذا العالم. القسم الثاني، المشهد 23، لون الأرض. أنا هو ذاك محدثي، سيدتي الدسمة مالت للنحف، ذابت خلال ساعة، تبللت الأرض بعطر وبعهر، وعادت إلى طبيعتها الأصلية، امرأة من أجل شراهتها قتلت، ومن ثم اكتشفت أنها قتلت بالقتل. فراح الماضي يأكل في الحاضر حتى يدميه ويحصره ثم يذيبه. رأيتها تصغر وتضمحل كثمرة خضار ضخمة وضعت في عين الشمس. توضع الشعر في الجلد ثم تراخى، ازدادت خطوط اليباس، وعندما جاءوا للقبض عليها بتهمة قتل النخاس، كانت قد أضحت عظما، وهم يسوقونها كانت آخر الكلمات لي: من أجلك فعلت الفعل، ولك أترك كل ما تحت يدي إلى أن يجيء أوان العودة. رغم أن ليلهم عندما يطال صباحهم يسعدني ويرضي حقدي، ورغم أن الذي حصل كان طفرة طبيعية لنوع العلاقة السمية الموجودة عند الأسياد، فقد تألمت كثيرا. لم تخطر في بالي أمي ولم تخطر حبيبتي، فلا شبه في القضية. إن الذي خطر في بالي كان صراع النخاسين على الأملاك، ووجود صراع من هذا النوع هو طبع آدمي غير موجود في الضباع. جلست وحيدا في غرفة أسموها غرفة أحلام، جلست وحيدا بلا ريشي مذعور القشرة، آكل من لبد الساعات التي فاتت، وأستعيد رحلة القاهرين والمقهورين في أمعاء الظلمة، كحيات البطن تتصارع تلتف تمتص وتفرز السموم، ثم تأتيها موجات التفريغ. أردت نظم قصيدة شعر أحول، كتبت على الأرض، كتبت على الجدران، كتبت على الأثواب وعلى ملايات الأسرة، كتبت حتى أضحت كتاباتي رسما بلغة لا يفهمها الناس. حكيت عن بذرة محرمة وعن الخيانة الدائمة، سردت قصة أرض المسمومة العطشة، وقصة الاندثار في الجوع والاختفاء في الأمراض. جعلت من الدنيا لوحات من زمني مدهونة بألوان الدم والدمع والغلالات والسكاكين والشجرات. قلت في قصيدة خلطتها بعطور سيدتي وبقاياها: إن الموت هو الشطآن، وإن الميلاد هو الدخول إلى الدنيا والدخول إلى الجسد،
هو الدخول إلى بيت السجان. سيدتي دخلت ضمن الجدران، والنخاسون أكثر قسوة في شغفهم وفي الكراهية. ذابت سيدتي، يبست سيدتي، ثم آلت إلى بقايا. ألقوها بقرف مع باقي البقايا، حيث سارت مع المياه الآسنة لتسقي البستان. شجر ينمو في كل مكان يأكله البشر وتأكله الدواب، فيتوه في عالم النسيان، لكنه يعود ليظهر في كنه حياة المولودين. مشيت، خرجت من الغرفة، غادرت الدار، بعدت عن القصر إلى أن جئت الأرض القفر. وجدت هناك قرابة بيني وبين الأرض القفر، ولأنني كنت وحدي ألقيت بأسمالي بعدا، وشاهدت لون جلدي يكتسب لونا ما عاد أرضيا. ومن أجل أن أستعيد لوني استلقيت عاريا على الأرض، أشحق بالنحيب من غير دموع، طسقت بالأرض أستمد منها تجديد حب الأرض التي أنا منها وإليها عائد ككل الأجساد، وفوقها وفيها سأحوم ككل الأرواح. كنت مذهولا حتى الغيبوبة وأنا ملتصق بالقاع، فرأيت أمي والحبيبة تنتظران مجيئي وتشداني من كل الأضلاع، كما رأيت الصغار من الأقنان أمثالي يشدونني لأبقى معهم. فقد قالوا إن مهمتي لم تنتهي بعد.